اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه ام كريفيوز واخيرا واخيرا فيديو اسئله جديد بقالنا فتره يا صاحبي ما عملناش فيديو اسئله فمن الاول كده انت تنزل تخبط لايك للفيديو قبل ما اتكلم على طول ولو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد وعلى طول كده يا صاحبي يلا بينا على طول نخش في الفيديو واول سؤال معانا في الفيديو ناويين على ايه او ناوي على ايه يعني في 2021 ناويين على حاجات كتيره صاحبي اول حاجه عملناها ان احنا عملنا سلسله الموبايل المثالي ودي تعتبر سلسله مختلفه كده غير سلسله افضل موبايلات والكلام ده لا هنا الموبايل المثالي ده لازم تتوافر شروط عشان الموبايل ده ياخد افضل موبايل مثالي وعملنا ثلاث حلقات طبعا عن الموبايل المثالي من 1000 ل 2000 ومن 2000 ل 3 ومن 3 لحد 5000 جنيه فلو لسه ما شفتش الفيديوهات دي هسيبها لك هنا فوق وكمان هسيبها لك في الديسكربشن تحت الفيديو ودي بالنسبه لاول سلسله عملناها بحيث ان احنا نخش بيها ان شاء الله 2021 زائد كمان سلسله الموبايل والاخبار الجديدة مازالت مستمرة مفيهاش اي مشكلة وكمان نوينا ان احنا نرجع بالسلسله المميزه جدا جدا اللي بداناها من بدري قوي سلسله تكنولوجيات بعد فتره كبيره وغياب كبير قوي عن سلسله تكنولوجيات ان شاء الله في 2021 هنحاول نستمر على السلسله دي ده زائد كمان ان احنا ان شاء الله قريب جدا برضو هنعمل فيديو لأفضل سكرين بروتكتور موجوده في السوق وأفضل جرابات بقى وهنجيب اكسسوارات من الانترنت وهنجيب شوية حاجات غريبه كده نجربها مع بعض فان شاء الله انا متحمس جدا جدا ل 2021 والحاجات اللي هنضيفها جديده فيها باذن الله فمن الاخر كده انتظرونا في 2021 وان شاء الله هنبهركم بحاجات مميزه جدا 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 ده زائد كمان بقى صاحبي ان احنا ان شاء الله لو كملنا خلال السنه دي خمسين الف مشترك هيبقى في بقى جيف كبير قوي بقى هنكسر الدنيا زي ما انتم متعودين مننا طبعا على جيف بس الجيف اوي المره دي هيكون مختلف تماما فمن الاخر كده انت تشترك وتجيب ناس تشترك واعزم الحاره بتاعتك كلها والشارع بتاعك كله يجي يشترك على طول يا صاحبي عشان خاطر نعمل الجيف الكبير قوي ده ان شاء الله هيعجبكم وهنجيب حاجات ممتازه وهيبقى فيه هدايا قيمة جدا حاجات هتعدي هتعدي يعني اما بالنسبة لتاني سؤال معانا بقى الراجل ده تعب معانا كتير وعمال يسالني السؤال ده بقاله فترة فانا لازم ارد عليك بقى صاحبي عايز باور بانك بيشحن 10 واط ويكون كويس جدا بص يا صاحبي من الاخر كده تحت الفيديو ده في الديسكريبشن تنزل هتلاقيني سايب لك رابط لشراء الباور بانك ده سايب لك كل التفاصيل عنه هتلاقيها موجوده عندك في الديسكريبشن تحت الفيديو ده فانزل الديسكريبشن على طول وانت نازل تقوم ضرب لايك للفيديو على طول كده معلش سؤال هي الهاند فري ليها عمر افتراضي لان شفتك بتقول لواحد بتقعد ثلاث شهور وطبيعي تبوظ بعد ثلاث شهور الكلام ده صح انا كان كلامي هنا موجه للهاند فري الرخيصه اللي هي اقل من 100 جنيه او ب 150 جنيه 120 جنيه دي ليها عمر افتراضي وبعد كده بتبوظ اما بالنسبه للهاند فري الماركه 400 جنيه 500 جنيه 800 جنيه 600 جنيه الفئات العاليه دي ما بتقعدش شهور بتقعد معاك فتره كبيره قوي قوي يعني بتديك قيمتها وبزياده اما بالنسبه للهاند فري الاقل من 100 جنيه هي اللي بيبقى ليها فتره معينه وبعد كده بتبوظ فما نخلطش يعني الامور في بعضها ده كان توضيح بسيط السؤال اللي بعده هو مش سؤال يعني هو يعتبر كومنت انت متواضع جدا حبيب هرت يا صاحبي والله يا حبيبي السؤال اللي بعده بقى سؤال صاحبه تعب معانا كتير بصراحة بقاله فتره بيسال السؤال ده وانا بصراحه هموت واعمل ريفيو عن الموبايل ده ومستنيه بقالي فتره مستني الموبايل ده يقع في ايدي بالصدفه حتى عشان اعمل له ريفيو عشان خاطرك يا كبير بس للاسف الموبايل لحد الان انا مش قادر اوصله السؤال بيقول ايه رايك في واوي واي 8 اس من الاخر كده مواصفات الموبايل ده على الورق تعتبر يعني الى حد ما متواضع مقبول ولكن لو انت يهمك خدمات جوجل بلاش اما لو انت ما يهمكش خدمات جوجل فالموبايل يعتبر كويس جدا لو هتشتري موبايل من شركه واوي السؤال اللي بعده بالنسبه لنقطه الترشيحات بقى ليه ما بتحطش ايفون في ترشيحات من 2000 ل 3000 جنيه جراحه صح هو في ايفون من 2000 ل 3000 جنيه وبعدين يعني الايفونات اللي موجوده في الفئه دي هي ايه 6 6s 6s بلس كل الموبايلات دي تعتبر قديمه يا صاحبي لو بتفكر في موبايل ايفون فبناقص انك في الفئه دي تفكر في ايفون انا لو هرشح هرشح من اول الايفون اكس الحاجات دي اللي هو ال10 والتنس والموبايلات دي انما لو انت عايز تجيب ايفون وفي دماغك ايفون بناقص انك تنزل لاقل من كده اقل حاجه تفكر فيها دلوقتي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده ال8 بلس وبصراحه انا ما برشحوش بسبب انه موبايل بالابعاد القديمه دلوقتي احنا بنتكلم في الشاشات كامله وبتاع وموبايلات في الفئه الاقتصاديه جايه بال ووتر دروب نوتش وحواف صغيره جدا الافضل يعني لو عايز تفكر في ايفون من اول الايفون اكس وانت طالع بقى وعليك خير لحد ما توصل لل12 ال12 بس هو ده الصفقه الممتازه جدا من قبل يا 12 ميني يا 12 عادي برو وبرو ماكس بصراحه شايف ان اسعارهم عاليه قوي زياده عن اللزوم ايه احسن بديل لريدمي 9 صراحه انا مش شايف بديل قوي للريدمي 9 ولكن لازم احط موبايل بديل ليه لان الموبايل ده قليل قوي في السوق دلوقتي وفي ناس كتير رشحت لها الموبايل ده وبتدور عليه ومش لاقياه بعض اصحاب المحلات رفعوا سعر الموبايل ده ل 3000 جنيه واذا كان عاجبك تشتريه بقى ولا لا فافضل واقرب بديل بنتكلم فيه للريدمي 9 هو ريلمي 6 اي هو يعتبر اقرب بديل ليه عايز فيديو عن سماعه ترون سمارت انكور اس 2 بلس خلاص يا صاحبي فيديو اتعمل ونزل وبص فيه شويه مونتاج حلوين قوي فلو لسه ما الفيديو سيبلك الفيديو هنا فوق على طول تخش تتفرج وترزع اللايك على طول ما تفكرش يا انا عايز المواصفات دي بسعر 2000 ونص اداء ممتاز في الالعاب كاميرا حلوه، بطاريه حلوه، وشكل نوعا ما فخم، يا ريت ترشح لي موبايل بالسعر ده، كل التوليفه اللي بتتكلم عليها دي مش موجوده في 2000 ونص خالص، يعني احنا التوليفه دي موجوده فعلا في 2000 ونص في حاله واحده، ان احنا نشيل كلمه كاميرات حلوه دي، نقول كاميرات متواضعه، وهنا هيكون وبلا منازع ريدمي 9، اما لو عايز بقى التوليفه دي كامله كده ريدمي نوت 9 اس او ريدمي نوت 8 برو بتاع السنه اللي فاتت، او موبايل ثالث بقى ريلمي 5 برو. دور على الثلاث موبايلات دول يا صاحبي هيقدموا لك اللي انت بتدور عليه ده بس هنا هتطلع ل 3300 3200 3400 لكن 2000 ونص نشيل كلمه كاميرات حلوه دي نقول كاميرات حلوه الصبح وهنا يبقى ريدمي 9 هو اللي انت بتدور عليه ممكن لينك صفحه الفيسبوك هتلاقي لينك صفحه الفيسبوك يا صاحبي موجود في الديسكربشن تحت الفيديو في الوصف وده دليل على انك ايه بقى على انك ما بتنزلش تبص على المصادر ارجوك ترد عليا هو سناب دراجون 720 و4 رام افضل في الاداء ولا ميديا تك هيليو جي 80 مع 6 رام؟ الافضل تاخد سناب دراجون 720 جي مع 4 جيجا بايت رام افضل كتير عن الميديا تك هيليو جي 80 مع 6 رام وهنا تقريبا يعني خمن انك تقصد الانفينكس نوت 7 قصاد ريدمي نوت 9 اس وبصراحه انا رشح ريدمي نوت 9 اس وباكتساح لان معالج سناب دراجون 720 جي اعلى فرق ملحوظ عن الهيليو جي 80 ده زائد كمان انه بيدعم تصوير 4 k وحاجات ممتازه جدا فبالنسبه للذكاء الصناعي وتركيبه المعالج والتوفير في البطاريه يعتبر افضل كتير عن الهيليو جي 80 السؤال اللي بعده ممكن تعمل مقارنه بين انفينكس هوت 10 وانفينكس نوت 7 موافق اعمل مقارنه طبعا ما بينهم بس للعلم إنفينيكس هوت 10 في فئه سعريه وانفينكس نوت 7 في فئه سعريه ثانيه يعتبر الانفينكس نوت 7 فرق ما بينه وما بين الانفينكس هوت 10 حوالي 800 جنيه او 900 جنيه كمان فانا بصراحه ما بحبس ان احط موبايل غالي مع موبايل رخيص عشان ما نظلمش الموبايل الرخيص ولكن نعمل مقارنه ونشوف انهي افضل موبايل في الاثنين او هل فعلا الفرق في الموبايلات يستاهل المبلغ ده كله ولا لا السؤال اللي بعده بقى واللي دايما بيجيلي على كل فيديو ترشيحات اعمله انت نسيت شركه تكنو انت نسيت شركه تكنو انا لا نسيت شركه تكنو ولا حاجه الفكره كلها ان السلسله اللي نزلت مؤخرا دي كانت سلسله الموبايل المثالي، يعني الموبايل لازم يكون من براند ولازم يكون ليه مواصفات معينه لازم امشي عليها واطبقها. موبايلات تكنو انا ما عنديش اعتراض عليها ولكن لاحظ ان انا بتكلم عن موبايلات او دايما بحب ارشح موبايلات ليك انت تنفعك وتكون كمان اكسسواراتها وكمان الهاردوير بتاعها متوفر في السوق بشكل كبير زائد ان في خدمات ما بعد البيع. انا ما بحبس شركه تكنو في النقطه دي، ولكن ده ما يمنعش ان شركه تكنو بتقدم موبايلات كويسه جدا ولكن انا يهمني خدماتها. ما بعد البيع وان الموبايل ده تكون اكسسواراته وحاجته متوفره في السوق عشان لو لا قدر الله جرى له حاجه ما تلبس الموبايل يعني انهي افضل ريدمي 9 سي ولا سامسونج اي 11 طبعا من غير تفكير ريدمي 9 سي يعتبر افضل وقلت ان ده الموبايل المثالي من 1000 ل 2000 جنيه الا بقى لو انت ما بتحب الشاومي ساعتها هنا هقول لك روح لريلمي سي 11 ولو انت ما بتحبش ريلمي شوف بقى سامسونج او اي شركه ثانيه تجيب منها ولكن افضل موبايل هنا ريدمي 9 سي وبلا منازع اخر سؤال معانا في فيديو الاسئله وهو مش اخر سؤال معانا في كل الاسئله اللي جت بس عشان ما نطولش عليكم الفيديو اكتر من كده هل ريلمي 6 يعتبر موبايل جيمنج اه طبعا ريلمي 6 يعتبر موبايل ممتاز جدا كموبايل جيمنج بيقدم لك تجربه مميزه مع الهيليو جي 90 تي ولكن لو بتفكر في افضل موبايل متكامل في الفئه دي وتجربه افضل من كده شويه مع شويه حاجات زياده كده عن الريلمي 6 افضل انك تزود 100 جنيه وتجيب البوكو اكس 3 نسخه 6 رام 64 جيجا ذاكره داخليه سعرها 4000 جنيه بالظبط في حين ان ريلمي 6 عامل 3900 جنيه دلوقتي وبس كده وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو وكالعاده اشوفكم في فيديو جديد و سلام